تحدث عن الطلاق وجال فيه، ولكن دكتورنا الكريم لو سأل سائل فقال لو انا قلت عليه الطلاق ان انا مش هتصدق ولا هعمل خير، هل يجوز لي ان انا ارجع في هذا اليمين؟ تمام. اولا كلمه عليه الطلاق هي الزاما، ماشي، هو من قبيل اليمين، يعني كانه حلف ايه، يمين، فيكفر عنه. يكفر عنه بايه؟ اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم، او كسوتهم، او تحرير رقبه، او صوم 3 ايام. جميل، ماشي، زي مثل ما قال الله سبحانه وتعالى لا ياخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن ياخذكم بما عقدتم من ايمان، فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه، فمن لم يجد فصيام 3 ايام. ماشي يا سيدي، ذلك كفارته ايمانكم. واحفظوا ايمانكم. طيب، هو حلف بالله، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على شيء ووجد خيرا من اي خيرا من هذا الشيء فليحنث في يمينه، اي فليرجع في يمينه وليكفر عنه. هو هنا بيحلف بالطلاق ولا بيحلف بالله؟ ما هو اصل كلمه على الطلاق ليست طلاقا، تمام، هي من قبيل اليمين. جميل، لأن كيمين. ايوه، لانها ما ينفعش عليها الطلاق، يعني يلزمه وليس الزاما. هذه نقطه. تمام. ومن العلماء قال عليها الطلاق ده اسمه طلاق معلق. ماشي، يقع طلاق المعلق بوقوع الايه؟ الشيء المعلق به، يعني على طلاق من خرج من البيت فخرجت، يبقى وقع الطلاق، بس انا بساله عن نيته. تمام. انت قصد ولا مش قصد؟ هنا انا سالت الحته ليه؟ انا عارف السؤال البديهي انت تساله. ايوه، عشان واحد يقول لك، واحد قال على طلاق ما انا مصدق، ما انا هعمل خير تاني، انت فلان بتشوفني تقول لي انت مالكش الا تعمل خير، تروح تعمل جامع، تروح تعمل مستشفى، تروح تساعد مش عارف ايه، يا اخي تاخد بيد حد ماشي في الطريق. ايوه، احيانا بتلاقي كده واحد يعمل صدقه جاريه، ان هو الصحه دي لها صدقه. ما في بعض الناس بيكرهوا يشوفوا حد بيعمل خير بالظبط، فيوصلوا لمرحله يعني يروح حالف بالله او بالطلاق، ما انا عامل تاني عشان تستريحوا. الله ينور. الواحد يروح يعمل في مكان غريب ولا يعمل في المكان القريب طالما انتم مركزين معايا كده. والله هو بيحصل وبيكرهوا الناس احيانا في حاجه زي كده. مظبوط، بالظبط، كلام حضرتك مظبوط جدا. ما هو بيقعد كل شويه يعمل ايه، يشوفه، يا فلان انت ما عملت مش عارف ايه، يا فلان انت مش عارف، يا فلان، فيودوك هيداه يقول لك يا عم حلف يمين بالطلاق. صحيح، حلف يمين بالطلاق ليه؟ مغلط، عشان يقول لك خلاص يا عم الحاج ده هيطلق ايه مراته. تمام. لكن هنا انا اقول له لا، خلي بالك. ايوه، ترجع في هذا اليمين وتكفر عنه ثم تفعل الخير. ما تنشغلش بالناس، اللي ينشغل بالناس يا دكتور محمد بيضيع مستقبله، هيتلهي معاهم. بالظبط. ولذلك اقول لك الشاعر بيقول في النقطه دي، ايوه، وما احد من اعين والسن الناس سالما، ولو انه ذاك النبي المطهر، فان كان سكيتا يقولون ابكم، وان كان منطيقا يقولون مهذر، تمام، وان كان مفضالا يقولون مبذر، وان كان مقداما يقولون أهوج، وإن كان صواما وبالليل قائما يقولون لا إله إلا الله، زوار يرائي ويمكر، فلا تكتثر بالناس في المدح والثنى، وسلم إلى الله والله الله أكبر. خير الأمور الوسط، الله يفتح عليك. تمام. ما تشغلش بالك بالناس، أنت عزمت النية، توكل على الله، على الله سبحانه وتعالى. خلي بالك اللي ينفعك ده. الناس فاهمه حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا مات ابن ادم انقطع عمله عن الدنيا الا من 3. خلي بالك في نص الحديث، في بدايه الحديث، انقطع عمله ايه؟ الا من 3، عن الدنيا. عن الدنيا، يعني هو اصلا عمله في الدنيا كده انتهى خالص، خلاص. تمام. بس اللي مش هينقطع عنه الا بقى لاستثناء. الله يفتح عليك. ايه الجمال ده، استاذ ورئيس قسم، تلاميذك يا الله يستركم يا سيدنا. يبقى ايه اللي ادي الاستثناء؟ إلا من 3، يعني ما زالت هذه الثلاثة تدر له الخير، قائمة شغالة، قائمة شغالة، الله يفتح عليك. الشحن بتاعها مستمر، ما بيفضلش، ما بيفصلش، مش عفوا، لا، قد نفذ رصيدك، لا، ده رصيدكم إيه، مستمر، الله يفتح عليك. دكتور محمد، جميل، الله يفتح عليك. الباقة ما لا نهاية.